السلام عليكم، شو اخباركم؟ وياكم علي الرفاعي. اليوم عندنا البروفوتو البيتن، عندنا اليوم انبوكسينج حق البروفوتو البيتن، وعندنا مقارنات وبنتكلم عن المواصفات بشكل سريع لان ما صورت فيه للحين، جربته تجارب خفيفه. فاليوم بنتكلم عن مواصفاته والانبوكسينج، نشوف شنو داخل البوكس ونقارن بالحجم لان هاي احلى ما في هذا المنتج. هذا هو البوكس. اوكي، سيريال نمبر، لا حد ياخذه. انزين، اوكي، نفتح البوكس الحين. اوكي، وهذه داخل، نسحب. يا جماعة، هذه البروفوتو البيتن الهد الواحد. في عندنا كت ثاني اسمه ديو كت، اللي هو راسين. الشنطة أكبر، ممكن نحط كاميرا داخل الشنطة دي. إن شاء الله إذا وصلنا بسوي لكم ريفيو. نفتح الشنطة. اوكي، كالعادة بروفوتو يحطون المانيوال هني، ما في شيء ثاني. ورق، شاحن. شاحن هالمرة في معاه ربطة لان الفلاش ممكن استخدامه اثناء الشحن. هذه ممكن يركب في الستاند وهذا يروح الشحن، وطبعا في سلك حق الكهرباء موجود. نشوف الاشياء الثانيه. نشوف congratulations the power of small، وفي توقيع مؤسس بروفوتو كوني، صورت معاه ترى. هذه حق الشنطه داخل، يفصل داخل الشنطه. عندنا يو اس بي سي هالمره، الفلاش ممكن يكون بالموبايل، ممكن يكون عن طريق الكمبيوتر. وعندنا هذه الشريط الرابطه على اساس من خفه الفلاش ممكن نشيله في يدنا نفس الجوال يعني. ستاند ادابتر البيتن، يجي الستاند ادابتر ماله مفصول على اساس ان احنا نقدر نركبه على اي شيء نبيه. بقول لكم الحين شنو هذه الشنطه من داخل. اذا الواحد بيسافر يحط الفلاش داخل هاي الشنطه والشنطه داخل الشنطه الثانيه، فالفلاش يكون محمي. البروفوتو البيتن، طبعا تشغيل معروف في البروفوتو في هاي الزر اللي هو تيست، وفي زر تحكم، وعندنا الحين زر جديد زياده حق الموديلينج لايت. الموديلينج لايت الاضاءه المستمره في هاي الفلاش جدا قويه. شغل، لازم نفصل البطاريه. البروفوتو حاطين شيء يحمي عشان الشحن. نركب البطاريه. انا ما ادري، اشوف كل شيء بالمقلوب معاكم، فنركب البطاريه. يعني احس قفل بقوه. شغل الفلاش. عندنا الغطاء الحامي او البروتكتيف كاب رابر، يعني انا بالنسبه لي احسن من بلاستيك. هذه البروفوتو البيتن، وهذه هو البروفوتو البي 1. مقارنة بالحجم يعني طبعا الراس بالضبط نفس القطر. انا احلى ما في الموضوع اللي هو حجم الفلاش، هذه اول شيء عجبني فيه. حجم الفلاش وايد حلو. نشيل البي 1. اليوم كلامنا عن البيتن. مقارنة في الحجم، هذه عدسة 2470 سوني. اذا الهود مركب اكبر. اذا هذه العدسه تدخل في شنطه الكاميرا، هذه بتدخل 2470 كلتها. هاي مقارنه الحجم، لان هاي احلى ما في الموضوع انها الحجم. نروح حق المواصفات. الفلاش صغير ولاسلكي تماما. قوه الفلاش يوازي 5 سبيد لايت تي تي ال HSS. إضاءة مستمرة ممكن تتحكم في قوتها ودرجة الحرارة، متوافقة مع 120 أداة تشكيل إضاءة من بروفوتو زائد أدوات التشكيل اللي موجودة حق البي 1 والبي 2. متوافقة مع عائلة بروفوتو، التريجرات، الريموتات وكل الفلاشات الثانية. إذا عندي هاي الفلاش ممكن أستخدمها مع البي 1 أو الـ A1، وبالإضافة أن الـ A1 ممكن يتحكم في هاي الفلاش. والشيء الجديد اللي بروفوتو جاتنا فيه أن احنا ممكن نتحكم في الفلاش عن طريق الموبايل في أبلكيشن. ان شاء الله بسوي عليه فيديو خاص. الابلكيشن ممكن تتحكم في كل شيء بالفلاش، حتى اسم الفلاش، وممكن نصور بالال اي دي اللي موجوده هنا اثناء التصوير. في خيار حلو، وممكن نحدث الفلاش والسوفت وير عن طريق الموبايل. ناخذ تفاصيل اكثر. هنا عندنا اليو اس بي، هنا عندنا وصله الادابتر، وهنا عندنا اللي هي وصله ستاند الكاميرا. ممكن ناخذ ستاند ترايبود عادي لاي كاميرا ونركب الفلاش عليه، يعني ممكن اركب الفلاش على عندنا يا هني. وهذه الستاند
ادابتر. ستاند ادابتر على اساس نركبه في الستاندات الاستوديو العاديه. اوف وايد سموث، ما تحسون في اي شيء طقطقه ولا اللي نشوفه في السوق، يعني صراحه جوده التصنيع اوفر. نركب الفتحه اللي هني على اساس تثبيت المكان، واحنا ما في هالحاله ما نعتمد فقط على نتاكد. اوكي ما في شيء يتحرك، فهذه هو الفلاش. طبعا بكل بساطه عندنا هني شاشه عريضه ضخمه ما فيها اي حركه ممكن نسويها، يعني انا الحين قاعد اطالع الشاشه هني، الصوت اللي قاعد تسمعونه هذه الصوت انا شغلته. لما نلف التحكم، دائره التحكم ما في صوت، انا فاتح الصوت الكليك نفس كليك الايفون لما نحرك في المنيو. عندنا المنيو بروح عليه بشكل سريع، المنيو بسيط ان شاء الله اقدر اشوف التحكم. مجرد ما بادخل في، يعني هاي التحكم انا ممكن اتحرك فيه واسوي كليك وادخل على الخيار اللي داخل، واذا نبي نرجع نطلع منه مجرد خلاص طلعنا. ننزل القوه، طبعا في احنا الحين بالعشر قوه الفلاش قاعد نحرك العشر، بس اذا ضغطنا عليه يتحرك كامل. وهذه زر التست ما ببيع على وجهي، وهاي صوت الكليك او انا مشغله. المنيو بيكون في له فيديو خاص راح اتكلم فيه واراويكم عليه كامل، هذه انبوكسنج سريع على اساس نشوف الفلاش. ميزه هالفلاش، الفلاش هاي اكثر شيء موجه لمصوري الاعراس الودينج، مصوري البورتريت اللي يبون يتحركون بسهوله وما يبون يربطون مع السبيد لايت وضعف السبيد لايت، يضاهي اي فلاش ستوديو موجود وما يقل في الجوده، يمكن اعلى جوده في التصنيع صراحه. انا منبهر بالجوده بشكل وايد، ريحته حلوه بعد. عندنا الميزه الحلوه الحين موجوده فيه اللي هو هاي الزر، زر الموديلنج لام. يعني لو تلاحظون ورا بشغله على الاستوديو ورا، تشوفون الفرق اللي صار ورا. قوة الموديلنج لامب 2500 لومن، وممكن تحكم في درجة حرارة الفلاش. الحين انا بشغله على الخلفية اللي وراي، شغلته انا ممكن الحين احرك واروح اسوي لحظة اللون البارد الى اللون الدافي. فاذا بروح على الفلاش براويكم اياه، انا بحط البروتكت طبعا الموديلنج لامب الاي دي بارد، اذا ضغط انا ممكن احرك الحرارة، وإذا بدون ضغط أقدر فقط أحرك قوة الموديلنج لامب. خلونا أسكر. البروفوتو البيتنج حجم صغير، جدا صغير صراحة، أنا أعتقد أنه بيكون من عدة الأساسية عندي في الشنطة، يقارن مع خمس فلاشات سبيد لايت من النوع الزين طالع على فكرة. بسوي له تست قوة الفلاش كثر بالضبط يكون. واللي بيسألني على الأسعار، الأسعار اللي أعرفها لحد الحين سعر الراس الواحد تقريبا 6000 ريال، والديوكت اللي شنطة أكبر واثنين فيه 11990 ريال. أي سؤال عندكم إن شاء الله بجاوبكم، بيكون في فيديو خاص حق المنيو والخصائص، وفيديو ثاني حق الموبايل اب. شكرا.